أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 66 حالة قائمة إضافية لفيروس كورونا تعود للعمال الوافدين بمنطقة سلمباد الذين كان قد تم وضعهم بالحجر الاحترازي يوم أمس بعد وجود حالات قائمة بينهم، مشيرة إلى أن هؤلاء العمال كان قد تم وضعهم في الحجر الاحترازي بمقر سكنهم سابقا. ونوهت الوزارة أنه بعد التأكد من نتائج الفحوصات المختبرية التي تتم لمن هم في الحجر الصحي الاحترازي، تم نقل الحالات القائمة من هذه المجموعة من العمال فورا للمكان المخصص للعزل والعلاج للعمال الوافدين، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة المخالطين لهذه الحالات وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الملاحظة. كما تقرر تمديد إقامتهم بالحجر الصحي الاحترازي لمدة أسبوعين حسب الإجراءات الوقائية المتبعة. وأكدت الوزارة أن العمال الوافدين لم يغادروا مقر الحجر الصحي الاحترازي عندما كانوا بمقر سكنهم سابقا، وجميعهم كانوا منذ الأمس في مركز الحجر الصحي الاحترازي الذي خصص لهم، مطمئنة الجميع أنه لا يوجد انتشار للفيروس بين العمال الوافدين، وداعية أصحاب الأعمال بضرورة الاطلاع على التعليمات التوجيهية المنشورة بموقع الوزارة التي توضح كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها لفيروس كورونا في مقر العمل ومقر سكن العمال الوافدين، وضرورة اتباع التعليمات التوجيهية لتطهير وتعقيم هذه الأماكن. وأهابت وزارة الصحة بضرورة استقاء المعلومات حول الحالات القائمة أو أي قرارات ومعلومات من المصادر الرسمية.